انهيار والد ياسين بعد ما صرعه دهسا بسيارة بأكتوبر وجدته ماتت حزنا عليه. الخبر معنا بيقول والد ياسين اللي لقى مصرعه نتيجة اصدام سيارة ملاكي بالطفل وكان بيقود السيارة طالب جامعي كان بيسير عكس الاتجاه بمدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى أن جدته ماتت حزنا عليه لما سمعت الخبر بعد أن تدهورت حالتها حزنا على وفاته بعد مرور يومين بس على مصرعه. وقال ولد الطفل ياسين: أنا المتهم كان بيسير عكس الاتجاه بسرعة كبيرة رغم أن المنطقة سكنية. أضاف يوسف ولد الطفل ياسين أن ابنه كان في زيارة بصحبة والدته لجدته، وخلال عبوره الطريق اللي عشان كان بيشتري حاجات من محل تجاري صدمته السيارة اللي كان بيقودها طالب جامعي بيسير بعكس الاتجاه. وطالب ولد ياسين بمحاكمة المتهم وسرعة صدور حكم قضائي ضده قائلا: أنا راضي بقضاء الله وعايز حق ابني. وأكد ولد الطفل ياسين أن جدة الطفل فارقت الحياة بعد تدهور حالتها الصحية حزنا على وفاة الطفل.